ونرحب بضيفنا من الجليل الأستاذ أليف صباغ الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ أليف مرحبا بك. حركة حماس دعت لإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلية على الانسحاب من الأراضي المحتلة، كيف يمكن أن يحدث ذلك الإجبار ومن يستطيع أن يجبر إسرائيل على هذا الانسحاب؟ صباح الخير. أولا اعتقدنا أو اعتقد كثيرون قبل 4 أشهر أنه لا يمكن إجبار إسرائيل على أي شيء، وأنه انتهت موضوع الفلسطيني وغاب عن طاولة بما في ذلك في الأمم المتحدة، وأنه يجب الاستسلام لإسرائيل والتطبيع معها. في عملية عسكرية واحدة قامت بها المقاومة الفلسطينية أثبتت للعالم كله أنه لا يستطيع أحد أن يقفز عن الحق الفلسطيني، لا يستطيع أحد أن يتخلى عن الحق الفلسطيني وعن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. إذن كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. اليوم يتحدثون عن الواقعية السياسية، وأنا دائما قلت الواقعية السياسية عندما يتحدثون عنها يعني يسيرون في مسار استسلام. المطلوب بالواقعية أن تكون واقعية ثورية. الواقعية الثورية يعني قراءة الواقع كما هو والعمل على تغيير هذا الواقع. ومقولة الأمريكية التي علمت العرب أن يستخدموها إنه السياسة فن الممكن، أثبتت الأحداث أن السياسة هي فن تحقيق ما يبدو مستحيلا وليس فن الممكن. لذلك يجب أن نتخلى عن مقولة الواقعية السياسية والسياسة فن الممكن، وأن ننظر للأمور بأننا قادرون، العرب قادرون أن يغيروا العالم كله. طيب، ما ينقصهم هو قيادة لديها إرادة سياسية. أسألك السؤال الكبير من واقع الخارطة الموجودة في الخلف منك سيد أليف صباغ، وهي خارطة فلسطين قبل نكبة عام 48. هل من الممكن أن يتحقق ذلك في ضوء ما ذهبت إليه، أن تعود هذه الخارطة كما هي؟ لا شيء يمكن أن يعود كما هو بالضبط. أما أن نحقق إنجازات في هذا الموضوع، نعم. قبل عام 48 كثيرون في الحركة الصهيونية كانوا يقول هذا حلم لا يمكن أن يتحقق، ثم حققوه بإرادتهم أكثر من ما أنه يعني بقدرتهم. حققوه بإرادتهم وحققوه بدعم دولي. اليوم إذا ما تغير ميزان القوى الدولية نستطيع أن نغير الواقع، أيضا نستطيع أن نغير الواقع، ونحن قادرون أكثر بكثير مما كنا في الماضي. العرب بشكل عام ككل والمسلمون ككل يمتلكون من القدرات المادية والبشرية ما يستطيعون به تغيير العالم لصالحهم. المطلوب هو قيادة لديها إرادة سياسية فقط، مش أكثر من هيك. اليوم العالم كله يتغير، يتشكل نظام دولي جديد ليس لصالح إسرائيل. هذا النظام الدولي لدينا من القدرات المادية من غاز ونفط ومقدرات كثيرة ومقدرات بشرية، نستطيع أن نكون جزء من هذا التغيير، جزء أساسي من هذا التغيير العالمي، وقادرون أن نغير العالم لصالحنا. التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني من أجل تغيير الواقع هي تضحيات لا يقدمها أي شعب في العالم. هذا الصمود الأسطوري الذي قدمه الشعب الفلسطيني في غزة لم يشهد تاريخ مثل هذا الصمود. إذا نحن لدينا الشعوب لديها الإرادة، الشعب الفلسطيني لديه الإرادة والقدرة على الصمود من أجل تغيير الواقع. لذلك يعني خلينا نكون في مستوى خلي القيادة تكون في مستوى الشعب حتى تغير الواقع. وأنا لا أقول العرب أولا، أقول الفلسطينيون أولا. يعني أنا أطالب الشعب الفلسطيني، أطالب القيادة الفلسطينية أن تتحد على موقف واحد، أن يكون لديها إرادة سياسية وبرنامج سياسي واضح، وأنا لا أقول واقعي، أقول واضح، حتى تغير هذا الواقع. هذا ممكن. من يعطل ذلك هو عدو، هو بعض القيادات فقط. طيب، حركة حماس أيضا سيد أليف صباغ أعلنت رفضها أي مشاريع دولية تحدد مستقبل قطاع غزة، لمن توجه هذه الرسالة تحديدا؟
يعني لا أرى أن حركة حماس رفضت، أنا أقول المقاومة الفلسطينية قدمت برنامج واضح واضح، المطلوب من حركة حماس أن تسعى لتوحيد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية على هذا البرنامج. البرنامج واضح ويقول بأربع نقاط واقعية بالمفهوم من يريد أن يكون واقعيا. أولا هو وقف العدوان عن قطاع غزة، ثانيا ضمانات دولية ألا يعود هذا العدوان إلى قطاع غزة، ثالثا الانسحاب إلى ما بعد السياج، ولم يقولوا انسحاب إلى البحر المتوسط، قالوا انسحاب إلى ما بعد السياج الحدودي، هذا كثير واقعي للي بيحبوا الواقعية. ورابعا إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين، كل هذا هو واقعي وواقعي جدا جدا. وبعدها سيتم الحديث في مسار سياسي إلى آخره، ولكن ما هو مطلوب من حركة حماس؟ أن تسعى لأكبر وحدة فلسطينية على المستوى الشعبي وعلى المستوى التنظيمي على المستوى القيادة. طيب، ولكن توحيد الشعب الفلسطيني هنا سيد أليف صباغ، هل هو بالدرجة الأولى مهمة حركة حماس أم هو بالدرجة الأولى مهمة السلطة الفلسطينية؟ يعني أقول لك بصراحة، عندما أتحدث عن وحدة الشعب الفلسطيني أنا أستثني بعض قيادات السلطة، عندما أتحدث عن وحدة القيادات الفلسطينية أستثني بعض قيادات السلطة، هناك بعض القيادات في سلطة رام الله لا تريد لا وحدة شعب ولا وحدة قيادة، تبحث عن مسار المقاصة وهذا أهم شيء بالنسبة لها. لذلك أنا أستثني هؤلاء، أنا لا أريد أن أبحث في الأوهام، أنا أتحدث عن وحدة الشعب الفلسطيني بالغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني موحد ويمكن توحيده أكثر. لذلك هي مبادرة يجب أن تقدم بها حماس، لا يجوز أن يبقى القرار بأيدي حماس وحده، من الخطأ وليس من مصلحة حماس أصلا أن يبقى القرار في أيدي حماس، يجب على حماس أن تبادر. وهناك مبادرة كانت قبل فترة، تشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني هي التي تتخذ القرار، ولا يجوز أن تضع يعني كل البيض في سلة قطر أو في سلة تركيا أو في سلة مصر أو في سلة أمريكا، لا، القرار يجب أن يكون فلسطينيا. هذه القوى الأخرى يمكن أن تساعد، القوى الإقليمية يمكن أن تساعد، أما القرار فهو فلسطيني، كما كان قرار 7 أكتوبر فلسطيني يجب أن يكون القرار بالخروج من هذا الوضع فلسطيني أولا، وهذا يضمن ألا يتم التفاوض لاحقا باسم الفلسطينيين ولكن عن طريق دول أخرى. اليوم في مبادرة اسمها يعني مبادرة أمريكية، مبادرة بوريل، مبادرة كل هذه المبادرات التي تقول بأنه التطبيع مع السعودية يسهل على إسرائيل أن تنزل عن الشجرة، هذا خطر كبير، خطر كبير، ومن الخطأ أن نبدأ بالتطبيع مع السعودية حتى لو كان هذه الشروط الأربعة قد تحققت. البداية يجب أن تكون، أول شيء يجب أن تكون صفقة شاملة، ثانيا بداية هذه الصفقة يجب أن تكون إقامة دولة فلسطينية بقرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل ويلزم أمريكا ويلزم الجميع. بعد إقامة الدولة الفلسطينية يتم التفاوض على كل الأمور النهائية، على كل التسوية النهائية، إذا نجحت كان بها، لم تنجح يمكن أن تستمر، ولكن لا يجوز أن يمنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة حتى يعترف بإسرائيل وحتى يخضع لإسرائيل وحتى يعني يقبل كل الشروط الإسرائيلية، هذا لا يجوز. استمرينا أكثر من 30 عام في مفاوضات من هذا النوع، مفاوضات عبثية، مفاوضات يكون فيها اليد الفلسطينية تحت البلاطة، هذا الأمر لا يجوز أن يستمر. طيب، التجربة أثبتت فشلها.